شلونكم؟ تمام، وانت شلونك؟ تمام، حماتكم تحبكم، سوي قهوه، تعالوا حياكم. الجيمات ولا صب القفشه؟ صب القفشه. ستايل رسمي ولا رياضي؟ احب الملابس الرياضيه. حمره ولا جلوس؟ طبعا حمره. بلاشر ولا برونزر؟ بلاشر، احس احلى. قهوه عربيه ولا فرنسيه؟ عربية. المكياج اللي يبرز ملامحي لا يكون أوفر. طبعاً أنا وايد أحب ماك، خصوصاً هذا البلاشر Give Me Sun. أستخدمه شادو حق الجفن تحت العين، بلاشر كونتور لونه وايد حلو، أحس يناسب كل البنات. يعني هذا المكياج اللي أنا حالياً قاعد تشوفونه، هذا مكياج حتى تصوير مسلسلاتي بأمينة حاف الحين 10 صفحة، هذا هو مكياجي. وشيرتون هذا هم من ماك، وايد أحبه، حتى ساعات يعني أستخدمه من غير فونديشن. اليوم حاطة هذا الفونديشن حتى استخدمته بتصوير أمينة حاف. استيلودر خطير خطير خطير، يعني هو في نسبة حماية، وهم لما أحطه أحسه كأنه كريم مرطب. طبعا ما شاء الله هذه المسكره طلعت سولد اوت، بس ان شاء الله اكيد بترد. من ماك فظيعه، يعني ما اركب رموش، دائما انا استخدمها. طبعا باليت ميك اب فور ايفر كارولاين خطير خطير خطير. وايد يعني اقوى لوس باودر مر علي، خصوصا بالتصوير، لان احنا تصويرنا فول اوردر، فالوجه ما شاء الله وايد يدهن، فهذا وايد اللي يناسبني. هذا الباليت من ميك اب فور ايفر انا وايد احبه، ساعات يعني استخدمه بديل الفونديشن، ودائما انظف الميك اب فيه، يعني حتى بالتصوير هني انظف الشادو مثل ما انتم شايفين، ارفع الشادو لفوق، اضاعف خشمي فيه، يعني وايد حلو. يسمونه الكومباكت المضغوط اللي بديل الفونديشن. خلنا اوريكم شلون انا احط الشادو فوق عيني بالمسلسلات، يعني عندهم دائما الناس فضول شلون نحط مكياج التصوير. طبعا احنا عندنا ميك اب ارتست بالتصوير، بس دائما الممثله اذا هي تعرف تحط حق عمرها خلاص تصير بالخبره، فانا احط حق نفسي. هذه الفرشه اتوقع موجوده بكل بيت عند كل بنت، اسوي كذي بال Give Me Sun من ماك البلاشر، ووزعه بهالطريقه، وايد نار وايد. يعني انا هذا الشادو مالي حتى بحياتي الشخصيه، ساعات احط جلترات والوان، بس يعني اذا كنت مستعيله وعندي شيء بسرعه بسرعه، واحس هذا الميك اب انظف شيء. يعني عاد الذكيه اللي تصيد انا اي لون حطيت حمره، هذه حمرتي المفضله. انا اهم شيء عندي حتى بالميك اب، يعني بحياتي الشخصيه، اهم شيء اطلع من بيتنا مسويه حواجبي، يعني عادي ما احط مسكره، عادي ما احط ولا شيء، بس الحاجب يكون مرتب. طبعا انا هذا الشهر وايد احبه، دائما اخلي رمضان حق بيتنا واهلي، اجاب لاهلي بصراحه وبيتي، ودائما اوقف تصوير المسلسلات، احب يعني اعيش الاجواء هذه، العباده، الصوم، الصلاه، رمضان كريم. كل عام وانتم بخير.